السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصحيح الفرد الثاني، الدورة الثانية، مادة النشاط العلمي، المستوى الثاني. نموذج رقم واحد. التمرين رقم واحد، اكتب صنف كل حيوان حسب وسط عيشه. التمساح حيوان يعيش في البر ويعيش في الماء، إذن هو حيوان برمائي. تعيش البقرة في البر، إذن هي حيوان بري. الأقلاق في وسط بري، إذن هو حيوان بري. يعيش القرش في وسط مائي، إذن هو حيوان مائي. التمرين الثاني، أصنف الحيوانات التالية حسب نظامها الغذائي. القط يتغذى على حيوانات أخرى، إذن فهو ذو نظام غذائي لحم. الأرنب حيوان يتغذى على النباتات، إذن هو حيوان ذو نظام غذائي عاشب. تتغذى الزرافة على النباتات، إذن هي حيوان ذو نظام غذائي عاشب. يتغذى الأسد على حيوانات أخرى يقوم باصطيادها، إذن هو ذو نظام غذائي لحم. يتغذى الدب على أغذية ذات أصل نباتي وأخرى ذات أصل حيواني، إذن الدب حيوان ذو نظام غذائي قارت. التمرين الثالث، أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. العبارة الأولى، الحمامة حيوان له تنفس غلصمي. خطأ، لأن الحمامة لها تنفس رئوي وليس تنفس غلصمي. العبارة الثانية، الزعانف ضرورية لتنقل السمكة في الماء، هي عبارة صحيحة. العبارة الثالثة، يطير العصفور باستعمال جناحيه المكسوين بالريش، عبارة صحيحة. العبارة الرابعة، تتنقل البطة عن طريق الزحف على بطنها. خطأ، لأن البطة تتنقل في الماء عن طريق استعمال قوائمها الرحية. تمرين رقم أربعة، أرتب مراحل نمو سمكة السلمون من واحد إلى خمسة. المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، ثم الرابعة، وفي الأخير المرحلة الخامسة. نلاحظ أن هذه المراحل متتالية وتزداد خلالها سمكة السلمون في الكتلة وفي الطول.